هل يدعو قبل السلام ولو أطال في ذلك؟ هل يدعو قبل السلام ولو أطال في ذلك؟ نعم، يدعو ولو أطال. طيب، الله جل وعلا لا يمل حتى تملوا، فيكثر من الدعاء قبل السلام، إلا إذا كان إماما، إذا كان إماما فلا يشق على المأمومين. أما إذا كان يصلي وحده فلا بأس أن يطيل الدعاء قبل السلام.